حاليا مشروع الامارات للطاقه النوويه السلمي يتم بناء على اعلى معايير السلامه والامن والامان. يتم التواصل مع الجهات الرئيسيه العالميه في مجال السلامه والامن النووي مثل الطاقه الذريه والشركات الرئيسيه في العالم، والاضافه الى ذلك في هيئه اتحاديه رقابه النوويه في دوله الامارات مسؤوله عن سلامه وامان هذه المفاعلات. فتعاوننا لتطبيق اعلى وافضل الممارسات العالميه في بناء المحطات على اعلى معايير الامن والسلامه. طبعا هذا المشروع يعني راح يعني يامن وظائف كثيره، راح تكون الكوادر الموجوده من الامارات او من برا. خبرنا شوي عن طريقه العمليات بهذا المشروع مستقبلا. طبعا تطوير الكوادر البشريه من اهم العناصر الرئيسيه في المشروع، طبعا هذا مشروع اماراتي. بالإضافة إلى ذلك يتم الاستعانة بخبراء من دول العالم عديدة. شريكنا الاستراتيجي في المشروع هو الشركة الكورية، وعندنا موظفين من كل دول العالم تقريبا، عندنا ما يقارب 75 خبير بمعدل خبراتهم كل واحد 30 سنة خبرة في مجال إنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية بأعلى معايير الأمن والسلامة. فهذه فرصة للإخوان المواطنين اللي عندهم اهتمام في مجال الطاقة النووية للانضمام والانخراط في مجال الطاقة النووية السلمية. نعمل حاليا على تطوير الكوادر البشرية، عندنا ما يقارب من أكثر من 150 طالب في بعثات، عندنا أكثر من 100 شخص غيرهم في تدريب مهني وتدريب تقني في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات بين أمريكا وبين كوريا. وهذا يعني مثل ما ذكرت، يعني احنا نتمنى ان نوصل بمعدل اكثر من 60%. اليوم عندنا 63% من الموظفين مواطنين، ولكن نصب لرقم اكبر من هذا ان شاء الله. ومجال الطاقه النوويه جديد على دوله الامارات، فلذلك نطور من الكوادر البشريه في مجال تقني عالي متميز ذا يحتاج كفاءات عاليه من الاخوان المواطنين في مجال الطاقه.